طيب خليني أشوف المقطع بس الثامن الذي هو في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وتم التسليم، لنريكم ما هو أدهى وما هو أعظم. هناك دعاء يسمى دعاء كميل، هنا هذا الدعاء يجتمع فيه ويحشدون له ما يقارب 30 إلى 35 ألف رافضي، يدير هذا التجمع الحرس الثوري على مرأة ومسمع من المسؤولين، بل يهيئ لهم المكان وينقل هذا الدعاء والتجمع بالقنوات الفضائية، أكثر من 30 قناة فضائية إيرانية صفوية بالقرب من محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى الشرك وإلى كثير من الأمور، ونحن ما زلنا نقول لا للطائفية ولا وإلى الأسف الشديد. بعد هذا تحسسوا رؤوسكم، والله لن يكلوا ولن يملوا حتى تقطف هذه الرؤوس واحدا تلو الآخر. يعني هو طويل لكن الوقت ضاق، انتهى. تعليق أخير شيخ إبراهيم، حتى الأوراق يعني تكاد أن تطير من وبما أن الأوراق تتطاير بين يديك، أنا ليس لي تعليق إلا يا القهر. إذن أختم يا القهر، ولكن لن نقولها بإذن الله، ونحن بإذن الله لسنا من هذا الصف، وإنما بإذن الله سنأتيكم بإذن الله. والله وتالله وبالله قلتها وأعيد تكرارها، والله لئن مكنا منكم، والله لنمنعكم من مكة والمدينة، بل والله لنقطف رؤوسكم قبل أن تدخلوا مكة والمدينة، والله وأقولها وأنا محاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، فإن قتلكم قربة بإذن الله تعالى عندما تقوم هذه الشركيات والكفريات التي طارت فيها رؤوس الصحابة، وطار فيها رؤوس السلف الصالح، وسالت فيها الدماء الطاهرة من السلف الصالح. أيأتي مثل هؤلاء الأنجاز عباد النار، أيأتون إلى مكة والمدينة؟ يا الله ماذا نشاهد في مكة والمدينة؟ وبعد البلاء تأتي المنح. اثبتوا واصبروا فإن الله معكم، قدموا أشلاءكم وأجسادكم ودماءكم، تقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى.